خليني بقى اقول لك انه زي ما حضراتكم اكيد برضو خدتوا بالكم واحنا بنتكلم مع معالي المستشار الحمصاني، فانه السيد وزير الصناعه كان برفقه دوله رئيس الوزراء في افتتاح اكبر مجمع صناعي في برج العرب، وهذا يستلزم نحن يكون موجود معانا معالي وزير الصناعه المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه. اهلا 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 اهلا. مساء الخير يا استاذ يوسف. يا مساء الفل يا باشمهندس، ازاي الحال؟ كله تمام يا معالي الوزير؟ حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. بقى احنا واحنا بنقول المقدمه دلوقتي، اولا خليني ابدا بانه التاسعه نور، ده اولا. الحاجة التانية بنتكلم على أكبر مجمع صناعي في برج العرب، نشاط المجمع ده إيه؟ وبعدين بقى إيه؟ ندخل في بقية الكلام. طيب يعني خلينا نتكلم الأول على النهج اللي إحنا انتهكناه، يعني بقى لنا فترة إن إحنا تقريبا كل أسبوع دلوقتي لينا زيارة أو زيارتين لمصانع القطاع الخاص. ويمكن فخامة الرئيس، وأنا أكيد حضرتك ملاحظ إن كان عيد العمال السنة الماضية والسنة اللي قبلها كان في مصانع للقطاع الخاص. النهاردة احنا عايزين نوصل رسالة للقطاع الخاص، سياسة ملكية الدولة خرجت، وعايزين النهاردة القطاع الخاص نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني تزداد 65%. وده يعني ما كانش هيجي إلا بأنك أنت تكون قريب منهم، قاعد بتسمع مشاكلهم. ما فيش اسبوع بيعدي الا ولينا على الاقل اجتماعين او ثلاثه مع القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص، في سواء كانت المجالس التصديريه او الغرف الصناعيه ومع دوله الرئيس. بنتعرف النهارده على رؤيتهم ايه للفتره اللي جايه. يمكن الفتره اللي فاتت كان بعض الظروف يعني اللي كانت الاقتصاديه العالميه والتي اثرت بدورها اكيد على مصر، كانت أثرت على يعني الناتج الصناعي. أنا يمكن أول ما توليت الوزارة، أنا معلش بدي مقاطمة كده بسيطة بس يعني هرجع لسؤال حضرتك، يمكن أول ما توليت الوزارة كان في انخفاض عن العام اللي قبله في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، يعني كنا بنتكلم ان هو كان 16.8، ويمكن بعد الازمات دهيت نزل ل 11.8. الحمد لله احنا رجعنا النهارده لمعدلات تقترب من الارقام السابقه. النهارده كنا في جوله زرنا فيها اربع مصانع، المصنع الاول متخصص في صناعه الاواني المنزليه، وهي شركه عالميه فاتحه في مصر، وده يمكن الفترة اللي فاتت كلها يا أستاذ يوسف لقينا يعني عدد كبير من الشركات الأجنبية والعالمية اللي جاي عايزة تفتح فروع في مصر. هل النهاردة قرار الشركات دهيت بالاستثمار في مصر وإنها تنشئ صناعة في مصر، ده بيتاخد بعد دراسات هم بيعملوها عن الوضع الاقتصادي، القدرة الشرائية للمواطن المصري، عن مستقبل شكل الصناعة بيكون ايه. القرارات دي ما بتتاخدش الا بعدة عوامل، وده كان تهيئة مناخ اخد فترة علشان يتهيئ للقطاع الصناعي النهاردة ان هو يكون جاهز انه يبدأ يتحط على التراك الصح ويبدأ يشتغل النهاردة او يرجع يعود لسابق عهده. زرنا الشركة دي، الشركة دي هي شركة فرنسية الأصل وبتصدر بعض من منتجاتها لمصانعها في فرنسا. عندهم 10 مصانع على مستوى العالم يعني الشركة دي، وبتصدر لدول كتير جدا، بتستفيد من الاتفاقيات التجارية اللي عقدها مصر مع العديد من دول العالم، بتستفيد من وجود عمالة ماهرة بأسعار تنافسية وقابلة للتدريب يعني بسهولة، بتستفيد من الموقع الجغرافي، بتستفيد من طرق المواصلات والنقل انها توصل للأسواق دي. يمكن النهاردة هو كان بيحكي لنا ان هو يعني عندهم 60 سوق في العالم بيتصدروا من جمهورية مصر العربية. المصنع الثاني هو مصنع لصناعات بلاستيك، واللي بدأنا فعلا نشوفه أستاذ يوسف يمكن في الفترة اللي فاتت، يعني انا مش متعود طبعا اقول لك يا استاذ يوسف، دايما بقول لك سياده النائب، يعني لا يعني انت بتقول يا يوسف، ما فيش سياده النائب اصلا. ان احنا بدانا نشوف حاجه رائعه جدا،
ان بدات الشركات تعتمد دلوقتي على الار ان دي. كل شركه ريسيرش اند ديفلوبمنت مجال البلاستيك بالظبط بقى عنده النهارده قسم للابحاث والتطوير، وبدا يلاقي حلول لبعض المشكلات او بعض التحديات اللي هي بتقابله في صناعته، وبدا يتغلب عليها لدرجه النهارده ان هو كان بيقول انا جبت الات ومعدات من دوله ما وعملنا تعديل ورجعنا طلبنا منهم اوردر تاني للالات والمعدات، فقلنا لهم احنا عايزينها بالتعديل الفلاني، قال لنا لا دي ما بتتعملش، فقال لهم لا احنا عملناها في المصنع وعلى المكن بتاعكم واشتغلت. فبعتوا له وفد ان هو يشوف النهارده التعديلات دي، وقال لك كان حصل ديل بينا في الاخر ان احنا يعني كانوا هم سعداء طلبوا منهم ان هم في الاخر يستخدموا حق الابتكار ده او التعديل اللي هم عاملينه. بدات الحكايه دي تتكرر في مصانع كتير، وده كان يمكن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية اللي أثرت علينا. لما بدأنا احنا النهاردة أو وقت الأزمة العالمية والناتج ده، كان لازم أول حاجة نعملها هو إيه اللي حصل، أو نفهم إيه اللي حصل علشان أقدر أقول إن أنا مش عايز أكرر الحكاية دي تاني. لقينا إن في أجزاء كتير جدا من مستلزمات الإنتاج احنا معتمدين فيها على الخارج، يبقى أنا النهاردة محتاج تعميق للصناعة بتاعتي. وفي بعض الأحيان يمكن للأسف أنك أنت بتلاقي أن في قدرات عند مصنع جنبك بتعمل الحاجات اللي أنت محتاجها، أو عنده القدرة أن هو يعمل لك الجزء اللي أنت محتاجه في تعميق صناعتك وأنت ما تعرفش. فبدأنا نعمل لهم المعارض السلبية. المعارض السلبية دي مش معارض بغرض البيع، ولكن بغرض أنك أنت تتعرف على قدرات في القطاع بتاعك، انت محتاج ايه، تعال فكك الاجزاء اللي انت محتاجها وشوف في امكانيات في مصانع تانية تقدر انها تعملها ولا لا. المعرض ده احنا عملنا منه نسختين لغاية دلوقتي، والحمد لله لقيت نجاح كتير. فبنعمل النهاردة ترابط بين الصناعة نفسها. طيب هل ده تحقق بارقام فعلا؟ لما تيجي تتأكد، كان دايما النهاردة الواردات لما بتقل صادراتنا تقل، ويمكن سنة 23 الوضع ده اتغير. كان دايما صادراتنا، أنا بتكلم على الصادرات السلعية، الصادرات السلعية نسبة إلى الواردات السلعية ما كانتش تتجاوز 33%. السنة اللي فاتت احنا محققين نسبة 48.5%. هايل. 48.5% يعني الزيادة دي جاية من تعميق حقيقي. الأزمة علمتنا يعني ان احنا نقدر نعمل الحاجات دي. يعني زودنا تقريبا حوالي 45% من الاصل بتاعي الصادر والواردات. ده معناها ايه؟ ان الميزان التجاري بدا يتحسن، وده اللي شفناه السنه اللي فاتت، ان الميزان التجاري، والميزان التجاري اول اربع شهور احنا شفنا ارقام الحمد لله زياده 9% عن اول اربع شهور في 23، زياده اكتر من 22 12 مليار 912 مليون دولار صادرات. الواردات برضو يعني في بالنسبه بنقارنها برضو بتقل، تحسن الميزان التجاري 27%. فكون ان بدات ان النهارده اشتغل على المدخلات الانتاج دي، ده معناه ايه؟ هقدر اتحكم في اسعاري، هقدر انافس اكتر، هقدر ادخل اسواق انا ما كنتش قادر ان انا انافس فيها لوجود دول بتنتج المنتجات دي باسعار اقل مني. طيب ده هياخدني، انا هطول عليك حبه ولا ايه؟ هطول، ربنا يخليك يا رب. لا تحت امرك. هطول عليك حبه. يمكن واحنا بنتكلم على ده، فانا اقدر اقول ان انا اصبح في عندي جاذبيه استثماريه كافيه ان انا اعرف اجتذب استثمارات اجنبيه مباشره في مجال الصناعه عندي في مصر. وفي النهايه معالي الوزير احمد سمير هو ثاني اثنين في اكبر رافضين لاي اقتصاد في الدنيا، زراعه وصناعه، فعندك الصناعه والتجاره الداخليه كمان، ودول حملين تقال وانا اعلم ذلك. التجاره الخارجيه انا اسف. هبدا الاول بمساله الصناعه. الكل دائما يتحدث عن مثلا صناعه العربيات او صناعه السيارات في مصر، وبيجي دايما سؤال
أنا بدأت تصنيع أو تجميع سيارات محلية وبقى عندي مصانع قبل أي بلد في المنطقة، لكن لازم هسأل السؤال ده وهو سؤال بايخ، هو أنا المغرب سبقتني ليه؟ ده في المنطقة. طب وجنوب إفريقيا؟ طيب والصين؟ طيب والهند؟ طيب وماليزيا؟ فأنا هنا بسأل المسؤول عن الصناعة في جمهورية مصر العربية. لسبب بسيط جدا يا أستاذ يوسف. قولي. ما عملوش اللي احنا عملناه. اللي هو ايه؟ احنا لما بدأنا الصناعة دي في قانون للجمارك او تعريفة للجمارك طالعة من التسعينات. التعريفة دي المادة السادسة منها الفقرة باء بتحدد النهاردة الصناعات التجميعية هتعملها ازاي لو انت بدأت تصنع جزء منها. فالجزء ده ما يقلش عن 40% بقرار من وزير الصناعة، ما يقلش عن 40%، فبتبدأ بقية 60% بتاخد عليهم تخفيضات جمركية. المغرب، تركيا، جنوب أفريقيا اشتغلوا بعدنا، ولكن كان كل دولة عندها موديل واحد. يعني ايه عنده موديل واحد؟ المغرب طلعت بلوجن عربية اقتصادية صحيح في فئة معينة. أنا ما بعملش غير عربية واحدة. عندي مكون محلي، ما عنديش مكون محلي، أنا لازم أخلق طلب الأول يجي لي بعدها صناعة مكونات. فعشان أخلق طلب لازم يبقى بعدها محتاج إن أنا أشتغل تو فوليوم. الفوليوم ده قدروا إن هم ينتجوا عربيات وتجاوزوا يمكن في الأول عن نسبة المكون المحلي. نفس الحكاية تركيا كانت الميجن، نفس الحكاية جنوب أفريقيا كانت التويوتا، والصين كان عندها عربية من فولكس فاجن، وبدأوا بموديل واحد. احنا يمكن القرار الوقتها القرار اللي اتاخد ده مش قرار وزاري، يعني انا بتاخد القرار اللي اتاخد من الشركات والقطاع الخاص هو التوسع، والتوسع في انتاج موديلات اكتر واكتر، والتعويض عن النسبة دي بالتصدير، لأن كان في قرار طالع من 2005 وهو كان قرار وقتها صح 100%، ما حدش بيقول حاجة ومش بعيد حد نهائي، إنك أنت ممكن تعوض بقية النسبة دي بالتصدير. فأنت لما تيجي تقول لي العربية الفارهة الموديل، أنا ما أعرفش المفروض أقول موديلات ولا لا، بس من غير ما أقول موديلات، أنت الوزير بقى تقدر تقول أي حاجة. ما أنا لا يعني بتكلم على يعني حاجة كده. أنا فاهمك. حاجة صناعة ألمانية بالظبط، وتصنع منها 200 يونت. طب 200 يونت مين هيعمل لك إزاز؟ أنت علشان تعمل الإزاز ده أنت محتاج تبعت للشركة تعتمده لك. صح. اختبار هيكلفك عشرات الآلاف من اليوروات. اختبار هيكلفك عشرات الالاف مليون، هتعمله عشان هتعمل 200 قطعه، 300 قطعه، 2000 قطعه، غير مجدي بالنسبه لك في الايكونومي اوف سكيل كده. بالنسبه لي بيسبب لي مشكله. فهتجيب خط انتاج وتجيب خامات معينه وتجيب النهارده استثمار هتحطه فيها، او ممكن تلجا لتمويل، وعشان الاستثمار هيكون كبير وفي الاخر العائد هو 200 قطعه. فعملنا الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات في مصر، هتعتمد على حاجتين: تحفيز الصناعات الموازية، واللي عايز يجي يدخل من ضمن الاتفاقية ويدخل من ضمن الاستراتيجية أو عايز ينضم إلى البرنامج، عندك أقل حاجة عشان تدخل البرنامج 10,000 يونت للموديل. عظيم. ما تقدرش إنك أنت أكتر من كده تتدق. ده اللي بدأ، يمكن كنا في اجتماع امبارح مع السيد وزير المالية بهذا الشأن. بدأت النهاردة الشركات طيب ده كده أنا محتاج إيه؟ محتاج أفهم أكتر. والعشر تلاف دول السوق، لأن ليها آليات تانية كتير جدا، منها القدرة الشرائية للمواطن. مش هتيجي النهاردة تقول له طبعا أنا عايز أعمل عربية. والقدرة الشرائية يعني زي ما في ناس كتير بتكلمنا مثلا على أفريقيا. أفريقيا 54 دولة، أنا ما أقدرش أتكلم عن ال 54 دولة مع إن إحنا بذلين مجهود فيها، وزيادة الصادرات فيها يمكن السنة اللي فاتت كانت 7% عن العام اللي قبله، بس أنت في الآخر اللي بيحكمك متطلبات سوق أو آليات سوق. آليات سوق لما أجي أشوف الجي دي بي، والجي دي بي بير كابيتا، يعني كل مواطن حسب نصيب المواطن في الناتج القومي،
لا هو يعني مش هتدخل له بسلعه معينه، انت عايز له محتاج له الحاجات الاساسيات اللي هو محتاجها، هتلاقي الدوله اللي جنبها متغيره تماما، هتلاقي دوله ثالثه، كل دوله وليها ظروفها وليها صحيح. الياتها في السوق بتاعها، فما درستش السوق والياته وهتقدر تعمل فيه ايه؟ يعني هتبذل مجهود كبير جدا وفي الاخر ممكن تلاقي نفسك يعني المجهود ده كله يعني ما جابش النتيجه اللي انت قاعد مستنيها. طب فبدأنا دلوقتي على التراك بتاع صناعة العربيات ان احنا نقول لا انا عايز ايه؟ عايز سيارة صديقة للبيئة. هديك حوافز. العالم كله بدأ يتوجه ليها، وانا عندي كمان اليات تانية تخليني دعم السولار، يمكن نتكلم عليه دولة رئيس الوزراء النهارده. طب انا عايز كهرباء اسهل لي، او بالادق افضل لي، مش هقول اسهل لي بس افضل لي. يعني هي كهرباء او في حاجات كتير جديده طلعت كمان غير الكهرباء، في كهرباء يعني وفي هيدروجين وفي الهايبريد بالظبط وفي بنزين بالظبط كهرباء زي بالظبط العربيه الياباني اللي بالظبط. نزلت. فبنقول عشان كده ايه صديقه للبيئه، اللي هي الايه الاميشنز بتاعتها او الانبعاثات اللي طالعه منها هي ارقام قليله، فتكون صديقه للبيئه، وفي الاغلب هي ما بتعتمدش على الوقود الدفوري. طيب انا مش عاوز اطول عليك في التليفون، وفي نفس الوقت عاوز احوش حاجات كتير علشان نتقابل، ايه رايك في تحت امر الموضوع ده؟ حضرتك، الامر تحت لله. امر العفو العفو حضرتك، العفو، ما تحت تقولش كده امر خالص. حضرتك، انا تحت امر اشكرك جدا اولا على المكالمه، واشكرك تحت جدا امر على رحابه حضرتك الصدر وطوله بالك معايا، يجي دلوقتي داخلين على نص ساعه اهو، فانا هحوش بقيه الحاجات لان نلتقي اتمنى انه يكون قريبا. اكيد هيبقى في محاور كتير لازم نتكلم فيها. احنا بنتكلم مع وزير الصناعه والتجاره الخارجيه، وهو المسؤول عن واحد من اكبر الروافد، ان لم يكن اكبر رافد اقتصادي في بلدنا، وبشكل عام وزارة الصناعة في أي بلد دائما هي الرافد الاقتصادي الأكبر. فخليني أشكرك جدا 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 جدا، وننسق لقاء قريب جدا بإذن الله. كل الشكر معالي وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس أحمد سمير، كل الشكر.